ما شاء الله، زي ما احنا شايفين معانا حاجات عبد العزيز بدر من مفصل القدم، زي ما احنا شايفين ما شاء الله القدم بتاعته الميني اوتوبوك، ما شاء الله زي الفل ماشي. نزل البنطلون كده يا عبد العزيز. عايزه اقول لكم ان انا نفسي لما شفته ما كنتش عارفه بقول هو فين العيان، بعد ما ركبنا له الجهاز وكده طلع عشان اعمل الفيديو بقول هو فين العيان. ما شاء الله زي ما انتم شايفين مش باين عليه اي حاجه، ده طبعا الفرق لما بنركب جهاز عياده في مكان متخصص للتاهيل وللعلاج الطبيعي الاطراف الصناعيه والتاهيل، ده اللي بيفرق في انه عيان بيتاهل قبل وبعد تركيب الجهاز، بيمشي كانه ما شاء الله يعني ما فيش حاجه. على فكره احنا دايما بنعمل التصوير بيبقى في اول مره في الفيديوهات. عبد العزيز قول لنا رايك ايه في الجهاز بقى. بسم الله ما شاء الله، والله تمام بجد مبسوط. ايوه تمام. طيب حاسس بفرق او حاسس باي حاجه او باي اعاقه او كده؟ حلو بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله مبسوط يعني؟ ايوه تمام الحمد لله. ارجع تاني كده. ما شاء الله برافو عليك.